كل سنه وانتم طيبين يا حبايب. عايز اعمل فيديو ده بقاله كتير، يمكن مش هيجيب ريتش او مش هيجيب اصلا. صناع الخير اللي هيعملوا شونه رمضان، الرز اهم من المكرونه. المكرونه بتاخد صلصه كتير قوي وبتسحب فلوس اكتر وكمان ما بتشبع، بعكس الرز. فاصوليا احسن من اللوبيا، الناس كتيره ما بتاكلش اللوبيا. مين ما عداش فاصوليا ولا لوبيا؟ والله اطلع منك كده. العدس مهم جدا، بينفع في الصيف وفي الشتاء، في رمضان في اي حاجه جنبيها رغيفين وبتقضى. الزيت مهم جدا لو قدرت، الشاي برضو، السكر مهم. الهدف من الفيديو ده ان تفهم ان شوره رمضان مش محتاجه ناس اغنيه عشان تعملها، احنا كمان ممكن نعملها، واي حد في الشارع ممكن يعملها. نجرب حتى لو ببادجت صغير، ممكن نعمل شنطه وشنطتين. واديك شفت الاساسيات. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب. سوش الناس الغلابه. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب. انا علق زينه رمضان، انا اصلا نفسي اطلع مهندس ديكور، هوريك حالا. يا رب يبقى عندي 60 سنه واقعد اعلق لكم في الزينه برضه. بص يا واد الجمال والحلاوه، بص مهندس ديكور. ولا حسيت باختلاف يا ولا؟ ايه في اي اختلاف؟ مفيش برضه. ايه ايه الاخبار؟ بنيت بقى؟ يا ولا بص كويس يا ولا. يا واد يا ابن قلبي، حلوه كده ولا لا؟ يا واد ما هي حلوه والله وزي الفل. صوت طيبين. لا لا ديكور ديكور يا جماعه، ايه الحلاوه القاضيه؟ وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب. ايه ياما الصوت العالي ده ياما؟ الفنية المسلسل. ايوه ياما، بس مش كده ياما. لا عندك كده يا ولد. مستني المسلسل ياما. حزازير حزازير حزازير. الفايز بكارت الميت بول بول ميدو. برافو يا ميدو، ميدو كتب 1100 كومنت. افتح المسجات يا ميزو عشان تاخد الكارت. المسلسل اللي مامي بتبعاه، المسلسل ده بتاع الباليرينا اللي هي بتعمل كده دي، اللي هي رشيقه جدا. المسلسل فيه احمد عيد لسه راجع يمثل في التلفزيون. ها المسلسل ده اديكوا عماره وانا بتفرج عليه يا ولا. ومامي بتتفرج على ايه؟ ودي صوره المسلسل. اسم المسلسل فيه عمله. ها انا عرفته يا ولا. ياما بتتفرج عليه يا ابني، ركز يا ابني. واكتر حد هيكتب اسم المسلسل صح هيكسب كارت بيت بلبل. قلت الاولاد على الانستجرام، لو معاك صفاره احمد امين في مسلسل الصفاره هترجع تغير ايه في حياتك؟ هرجع لليوم اللي عرفت فيه ام جوزي، جوزها بس ده ام جوزها، وفركش ام الجوازه دي واطربها فوق دماغ ابوه، واكشف راسي واصوت. هرجع من السفر واعيش يوم واحد بس مع امي واحضنها قبل ما تموت. فرصفر صفر لحد ما ارجع لبطن امي. لا يا عم الحياه دي مش جايه معايا سكه. هرجع لكل حد يتنمر عليا عشان اخد منه حقي. لحد دلوقتي بعاني من كلامه. هفضل اصفر لحد ما ارجع لعصر الفراعنه واجيب منهم سر من اسراره وارجع افاجئ العالم بذكائي الفرعون المصري المنتظر. تبليغ وبلاك وفلوس بالكم في البانكو. هرجع لليوم اللي ابويا وامي اتطلقوا فيه وافضل ابوس على ايديهم ورجليهم ما يفصلوش عن بعض. انا اتبهدلت قوي في حياتي، وانا بقى لو هرجع بصفاره متقبل كل حاجه حصلت في حياتي وما عنديش اي مشاكل معاها. كل ده اللي خلاني انا هنا دلوقتي. بس كده. مرة شوف اخوك بتصلي معانا، وانا نفسي مرة تاخد بالك من ده. انا مؤاخذة انا مؤاخذة. وريني اهو اهو، ما هو برضه صغير، كنت كبرته شوية. ما انا كنت طفل ساعتها. مش انا صايم النهارده صاحبي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خافش ما تخافش موقع بطمنك. يا صاحبي مش انا صايم النهارده؟ حصل الحمد لله الحمد لله. حبيت اطمنك. استنى في واحد وراك. تعالى صاحبي مش انا صايم النهارده؟ خافش يا عم. شوس مش انا صايم النهارده؟ ايوه عايز ايه يعني؟ عشان بس بقول لك يعني واحده وطنيه وكده يعني. ايوه عايز ايه يعني برضه؟ عايز كيس رز رب. عندكم عصاير؟ بس انا صايم فمش هشرب حاجه. شكرا يا حبيبتي. عامله ايه؟ قولي لها انا صايم. يا واد اصبر، قولي لها بس عرفيها انا صايم من اوله. من اوله شو صايم؟ من اول اليوم. ايوه ربنا يخليني ليك. لا يا ابراهيم الشكر ده ما يعجبنيش يا ابراهيم. سمنه اللهلوبه، سمنه اللهلوبه لكل ست حيوكه. هنزل اجيب طلبات رمضان النهارده. الواحد حياته بقت كئيبه ومفيش حاجه بتفرحه في الحياه خالص. ايه ده؟ بص ايه ده؟
في مسلسل اسمه رسالة الإمام، ده لخالد النبوي عامل فيه شخصية الإمام الشافعي. ده من أحسن مسلسلات ممكن تشوفها الفترات دي، من حيث التلوين، من حيث الإضاءة، من حيث التصوير، من حيث التمثيل، من حيث الأماكن، من حيث اللغة اللي افتقدنا نسمعها. في قصيدة جميلة جدا للإمام الشافعي وهي اتعملت بالمناسبة، تعال نشوفها. ولا رب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها خرجت وكنت أظنها لا تفرج. العيال ما خلصوش الاكل. طب ارميهم. ليش يا بنتي ستك اللي قالت يلا اتكل على الله. خد يا اتكل على الله يا خد يا باي باي يا ولا باي 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 مع السلامه. السلام عليكم، عندكم حلويات ايه؟ مساء الخير يا فندم، عندنا الغرقانه، عندنا الشرقانه، عندنا المدلعه. ايه يا ابني اللي انت بتقوله؟ انا عايز حلويات تاكلها. فين الكنافه؟ فين البسبوسه؟ الحاجات اللي بناكلها دي فاندم. ده اولد فاشون يا فاندم. فيلم هشتكه، فيلم الدلع، فيلم الزحلقه. لا لا انا عايز حلويات عاديه. طب يا فاندم احنا عدينا القشطوطه ونزلنا ايش. استوب استوب نو no. انا عايز المتمرمطه المتهانه شكرا يا صاحبي مش عايز حاجه تاني. السلام عليكم. مش شايف بيناديه حب الوطن عباده. عنب. ها في الممثلة الكبيرة يسرى. ها وبطلة المسلسل بترجع من بره مصر وبتدور على شنطها وبتعفى عنب الراجل السندال يساعدها يعني. ها ودي صورة المسلسل. اكتر حد يكتب اسم المسلسل صح هيكسب كارت بيج بوتون. باب المشاركة الودانية والمشاعر الانسانية والحب الحب الحب الحب. هنعمل عصائر للافطار وننزل نوزعها مع الناس الصايمة. هنعمل التانكو على ازازة واحدة. امي بتعمله على 16 ازازه. ده مره مليت لك كولدير بكيس واحد والله. وكب الميه ما تخافوش دي مش جبنه ده سكر. كب كب سكر زي ما انت عايز. ومجرد وضعت التلاجة عشان تسقع. عملنا طعم المجرد بنفس الطريقه في التلاجه. ادي شطفه سريعه يتشطفوا بس. كسرون لك مامي واملى ميه وانزل بالكركديه وانزل على النار وصفي الكركديه صفي وانزل بالسكر انزل وعبي الكركديه. شايفين الحلاوه يا بص. هنعمل الصوبيا. فضي كيس لبن بخيره كوبايه من مسحوق الصوبيا وكب سكر ورق رق 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 جنب اخوات وده البلح هننزل نوزعه على الناس. والكوبايه ده ايه؟ ده الجزء الثاني. الله يخرب بيوتكوا عملتوا ايه في الواد؟ ايه في ايه؟ خير يا جماعة بالراحة عليه. هو كده كده طول اليوم ما بيبطلش عياط. شوفوا لي أي حاجة كلها. هو شكله نسيني خالص. هو ملوش أي نفس للأكل خالص. كلنا عارفين مين السبب في اللي بيحصل لنا ده كله. أنت السبب. أيوة أنت السبب. أنت اللي دمرته ودمرتنا معاك. والله ما أنا اللي عملت فيكوا كل ده. هم اللي سابوني ومشوا. هم اللي خذلوني. أنت اللي ما سمعتش كلامي كل مرة. كل مرة أنصحك وأنت ما بتسمعش الكلام. أيوة معاك حق. معاك حق. حاضر حاضر. انا خلاص استسلمت وكل قصصي ماتت. انا هسمع كلامك. تقلقش مادام القلب مات يبقى انت هترجع تعيش تاني.
تاني يا امي. من ايه؟ شكلي عندي برد. خد يا ولا كوبايه ينسون على جنزبيل على نعناع على قرفة على كل حاجه هتخف وهتبقى زي الفل. في دي؟ خد يا ولا البطاطس دي حطها تحت بطك عشان السخونيه. هبرد. يا ولا اعصر في بقك الليمونه دي. اخف؟ حط دول في ودانك هتخف على طول. على طول؟ على طول. ماشي. خفت يا ولا؟ لسه يا امي. يا ولا اربط دماغك بدي دكتوره دكتوره دي نفس البلطو حالا متخرجه من طب جامعه بتعالج العيله كلها الام المصريه دي. يا لهوي خفيت يا ولا خفيت يا امي الحمد لله.